هي أي قانون انتخابي، المشاركة أو الانتخابات هي إحدى طرق المشاركة في القرار السياسي، نعم باعتبار أن الناخب عن طريق التصويت لأحد الممثلين أعضاء مجلس النواب يمثلون الشعب في صنع القرار السياسي. للأسف لحد الآن الاستبيانات التي تنشر لا تشجع على وضوح مبادرة أو مشاركة واسعة في هذه الانتخابات، طيب لكن باعتقادي الشخصي النظام الانتخابي الحالي الذي يبنى على دوائر صغيرة وعلى ترشيح فردي، وبالتالي ستكون هنالك منافسة قوية بين المرشحين الأفراد سواء كانوا من الأحزاب أو مستقلين، هذا قد يؤدي إلى زيادة المشاركة في هذه العملية الانتخابية، ولكن مهما كانت هذه المشاركة باعتقادي لن تكون مشاركة واسعة كما يعتقد البعض، لأن موضوع الثقة بالعملية الديمقراطية وبالعملية السياسية والعملية الانتخابية لا تزال الشعب يشك فيها، وبالتالي قد تكون استمرار